بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده وصفه حلوه جدا لتفتيح وتنعيم الايدين وترطيبها، وكمان لو عندك تجاعيد في ايديكي الوصفه دي هتخلصك منها خالص، بمكونات سهله وبسيطه. بس اهم حاجه لازم تداومي على الوصفه علشان تحصلي على نتيجه افضل. اول مكون معايا بنات هو صفار البيض. هاخد كده صفار بيضه. طبعا كلنا عارفين ان صفار البيض من الحاجات الحلوه جدا اللي بتعالج التصبغات. المكون اللي بعد كده يا بنات هحط معلقة من لبن البودر او الحليب المجفف، بيفتح البشرة وكمان بيغذيها. المكون اللي بعد كده معلقة من البن الناعم. هاخد بقى المكونات دي كده اخلطها مع بعض. عايزة اقول لكم ان البن فيه مضادات اكسدة بتحافظ على جمال ايدينا، وكمان بتمنع التجاعيد او الخطوط اللي بتبقى تظهر في الايد، وكمان بيفتح ايدينا. خلاص يا بنات كده الوصفة بتاعتي جاهزة. بالتلات مكونات دول اقدر احصل على ايد ناعمة وفاتحة، وكمان مفيش فيها اي تجاعيد، بجد زي ايدين البيبي بالظبط. بس اهم حاجة داومي على الوصفة. طب بنستخدمها ازاي؟ تغسلي ايدك كويس جدا، بعد كده بتاخدي على الوصفة دي تحطها على ايديكي وتسيبيها حوالي 20 دقيقة، هتكون نشفت على الايدين. فبعد كده هتفركي بقى الوصفة من على الايد. الفرك ده طبعا بيجدد خلايا البشرة وبيشيل اي جلد ميت او اي حاجة على ايديكي. بعد كده بترطبي ايديكي بقى باي كريم مرطب انتي بتستخدميه. بنستخدمها مرتين في الاسبوع، حلوة جدا، داوموا عليها تشوفوا نتائج حلوة جدا. بس اهم حاجة زي ما قلت لازم تداومي على الوصفة. اكتبي لي رأيك في الكومنتات بعد ما تستخدمي الوصفة، وقولي رأيك فيها ايه، وجابت معاكي النتيجة ولا لا. وعايزة اقولك لو انت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي السهلة البسيطة. واهم حاجة ادعميني باللايك، واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.